من فات قديم وتاه ليس فقط مثلا مصريا يتحدث عن أهمية الماضي في الحاضر والمستقبل، بل حولته مكتبة الإسكندرية إلى مشروع بحثي علمي يهدف إلى توثيق تاريخ مصر المعاصر الثقافي والاجتماعي والسياسي عبر رقمنة المواد المتعلقة به. هنا في بيت السناري في حي السيدة زينب في مصر القديمة، مجموعة من الحرفيين يقومون بأعمال أصبحت شبه نادرة في يومنا هذا. الفخار كان موجود على جدران المعابد المصريه القديمه، نفس الدولاب بنفس الطريقه بنفس الصالح، يعني بنفس الوجه بنفس الملامح. ممكن لو رحت مقبره فرعونيه في الاقصر بالذات هتجده موجود، في سقاره هتجده موجود نفس الدولاب. مساء الخير. من امتى يعني حضرتك تعمل في الفخار؟ سنه 59 وانا عندي 9 سنين. 9 سنين؟ نعم. طب لماذا اخترت هذه الحرفه؟ هي دي اللي انا حبيتها. حبيتها؟ ما نفعتش في المدرسه، ابويا وداني مصنع بتاع فخار اشتغل بقى عشان اجيب له فلوس، ودام ما نفعش في المدرسه. طب يعني وهل لا تزال يعني تستطيع ان تجني المال من وراء هذه الحرفه؟ ماني وظيفتي باكل منها عيش، انا وظيفتي ومربي عيالي منها ومعلمهم منها كل حاجه بنفس الوظيفه، من يعني باخد بتقاضى مرتب من هيئه اصول الثقافه. وبعدين انا مش بصيل للماده، انا بحبها، يعني انا طلعت على المعاش وجايبيني برضه، لان ما فيش الحرفه ما فيش منها ناس كتير، الحرفه الوحيده اللي ما حدش بيجرؤ عليها يتعلمها. أهمية هذه الحرفة في تاريخها وأهميتها في الحاضر كمان، قديش لك تعملها؟ والله أنا الحصير ده أنا شغال فيه من عندي 6 سنين، لأني أصلا وراث عن أبوي، فتعلمتها كحصر فرشة. يا زمان الناس بتاخدها للفرش، طورت الحصيرة للنقشة في وزارة الثقافة عشان تروح بها معارض وتروح مسابقات. هي بالنسبة للفرشة حصيرة طيبة جدا لأنها كلها مصنوعة من الخامات الطبيعية، صنع ربنا سبحانه وتعالى. يا ريت الناس ترجع عليها تاني وتفرشها تاني زي زمان. اولا انا اسمي ايمن فرغلي، نحات حجر. بالنسبه للنحت على الحجر، هو يعد في الفن التشكيلي نوع من انواع النحت اسمه النحت في الكتله، لان المرحله اللي انا بقوم بيها دلوقتي اسمها مرحله الحذف من الكتله دون الاضافه، يعني انا اللي بشيله دوت ما اقدرش الزقه تاني، وده كان يمكن اهم جزئين اساسيين في عالم التراث المصري بتاعنا، ما كانش التراث الانساني كله يعني. بالنسبه للنحت على الحجر في التراث، هو يعد من الاساسيات، لان كل الوان الحجر استخدمت في النحت اتجسدت بها فنون العماره المختلفه على مستوى العصور، منها العماره الفرعونيه، العماره الرومانيه، الاطار القبطي، العماره القبطيه، والطوارئ بعد كده بقى دخل بقى في الاطار الايطالي والفرنساوي. فخامه الحجر نفسها او الرخام كخامه مورد بيئه ومورد طبيعي، هي مستفزه لكل الفنانين ان هم يتعاملوا معاها. والله دي حرفه كليم. انا اصلا موظف في قصر الثقافه كفر الشرفة، معايا دبلوم صنايع قسم نسيج. فالحرفه دي حرفه قديمه، كان ليا زميل قبل مني كان شغال فيها، يعني من يعني راجل كبير يعني، فاستفدت منه مع العلام بتاعي فبدات امارسها يعني.
هي الحرفة الخامات بتاعتها صوف، صوف غنم وقطن، السيدة بتاعها قطن، والخامات واللحمة اللي هي دي صوف، صوف غنم بيجي أبيض وإحنا بنصبغه الألوان اللي حضرتك شايفها دي. دكتور خالد داني، حضرتك بصفتك المشرف على ذاكرة مصر المعاصرة، ما الهدف من إقامة مهرجان يتحدث عن الماضي والتراث؟ ماذا تهدفون من إقامة مثل هذا المهرجان؟ الفكرة الأساسية أن في ذاكرة مصر المعاصرة اللي بتأرخ لمصر من 1805 ل 1981، الهدف منها توثيق كل شيء على أرض مصر بدقة وبالتفصيل الممل، لأن الناس في مصر اعتادت أن احنا بنهتم بالتاريخ السياسي بس ما بنهتمش بتاريخ المجتمع والأفراد والحرف والصناعات والزراعة والاقتصاد والصناعة. ذاكرة مصر المعاصرة بتهدف من هذا المشروع اللي هو مهرجان من فات قديم وتاه إلى تذكير المصريين أن في حرف تقليدية في مصر بعضها يكاد يكون مندثر. ما هو أهمية التراث أو الماضي للحاضر؟ يعني عشان حضرتك تكون عارف أن من الكوارث اللي بتتعرض لها مصر مثلاً، نحن بنستورد أنتيكس أو قطع أثرية إسلامية وفرعونية من الصين وماليزيا وأندونيسيا بما قيمته سنوياً 1.5 مليار دولار، وده عامل سلبي في الاقتصاد المصري في الوقت اللي ممكن عدد كبير جداً من المصريين ينتجوا هذه الحرف التقليدية وتسوق بدل ما تأتي من الصين وماليزيا وأندونيسيا، وده بيوظف عمالة، بيحيي تقاليد المصريين اللي عرفناها طول العصور. أنا الوقت قريب في الريف عندنا في كفر الشيخ في مدينة مطوبس كنا بنستخدم الحصير والكليم، دلوقتي احنا بنستخدم السجاد بصورة أساسية، والسجاد ده بيبقى مصنوع كمان من خامات صناعية مش طبيعية. فنتيجة لذلك اختفت صناعة الحصير من مدينة مطوبس، صناعة الكليم كادت أن تندس لولا جهود طيبة في مدينة فوة في كفر الشيخ، لولا جهود طيبة في مدينة أسيوط في مصر، ولولا بعض المحبين لهذا الفن. الخطر الشديد ان احنا بعد 30-40 سنة من النهاردة احتمال ما نجدش كل هذه الصناعات، ومن يجيدون صناعتها بصورة سيئة لانها بتطلب مهارات خاصة عند بعض الافراد، لان نتيجة ان بعض الشباب بيقول ان الشهادة الجامعية او الدبلوم او شهادة التعليم لا تعني شيء بالنسبة للحرف التقليدية. لا، على وجه الاطلاق صانع الحرف التقليدية في العصور الاسلامية المختلفة كان يجيد الرياضيات، كان عنده حس فني مرهف. يعني تتحدث دكتور عن أهداف اقتصادية ربما لإعادة إحياء الماضي، ولكن ما هي الأهداف الأخرى، الأهداف الثقافية التراثية؟ يعني لماذا الاهتمام بالماضي؟ الثقافة شيء مهم في إحياء هذه التقنيات أو هذه الصناعات بصورة أساسية. نتيجة مثلا أن صناعة الحصير دي معروفة من العصور الفرعونية، وكان الفراعنة بيضعوا الحصير في بيوتهم، وكذلك الكليم أيضا. المصر القديم خلى هذا فن الحصير هذا وفن الكليم معبر عن حياته اليومية، بيعبر عن جمالياته ورؤيته للكون اللي حواليه، فهو بيعكس جزء أساسي ورصين من ثقافة المصريين الموروثة عبر العصور، وبيفجر طاقات كامنة عند الأشخاص اللي بينفذوا هذا الفن. بل أنت قد تعجب أن بعض الأطفال في المدن والقرى المصرية لما بيحتكوا مثلا بصناعة الجريد بيحولوها لصناعة مفيدة جدا. يعني عندنا مجموعة من الحرفيين المهرة بيقوموا بعمل الصناعة، بيوروا الجمهور صناعة الفخار وصناعة والحفر على الحجر والطرق على النحاس وغيرها من الصناعات، بحيث ان هم بيتفرجوا على الصانع كما يصنع الشيء. وكيف يتقبل الجمهور يعني انا عايز اقول لك ان في تجربتنا في مهرجان فات داخل مكتبة اسكندرية كان كم الاطفال عنده حالة اندهاش غير منطقية من هذه الصناعات اليدوية، لأن هذا الطفل الذي يتعامل مع التكنولوجيا لا يتخيل أن هناك شيء يصنع باليد إلى اليوم. منفات قديم وتاه، يعني عنوان الفعالية أو المهرجان، إلى أي حد تنطبق على الحياة العادية للمواطن المصري؟ لا، ينطبق بصورة كبيرة، لأن المصريين إلى الآن مطالبين باستعادة ذاكرتهم مرة أخرى، وإعادة بناء الشخصية المصرية، وإعادة تذكير المصريين مثلا أن الفلاح الفصيح ما بين الدولة القديمة والدولة الوسطى صار على السلطة وغيرها وغير نمطها وكان نموذج للثورة. يعني حكاية ان المصريين مثلا لا يثوروا دي قصة وهمية، حكاية المصريين ما عندهمش تقاليد وموروث قديم قصة وهمية. احنا رايحين في الفترة الجاية ان شاء الله ان احنا هنحيي المطبخ المصري القديم، لان ناس كتير ما تعرفش ان المطبخ الفرعوني كان موجود وكان فيه اكلات فرعونية محببة. احنا زي ما بنتكلم على صناعه الحصير الفرعونيه، المصريين النهارده لسه بالفول المدمس، كلمه مدمس تعني فول بالمصريه القديمه، فالمصريين حتى في لغه تداولهم اليوميه بيستخدموا مفردات فرعونيه قديمه دون ان يدروا ان هذه المفردات حتى دخلت اللغه العربيه، فمحتاجين نبين ده للمصريين.
اعرف تاريخك حتى لا يسرق منك مستقبلك. ايام مصرية توثق الماضي من اجل حاضر افضل. سيد احمد، ما هي الايام المصرية؟ ايام مصرية هي مجلة بتقدم شكل الحياة في مصر زمان بالصور النادرة. احنا صدر من المجلة بتاعتنا 43 عدد، اول اصدار كان في نوفمبر 1995، المفروض ان احنا يعني عدينا 15 سنة. احنا بنمتلك ارشيف فيه عشرات الالاف من الجرايد والمجلات والكتب والوثائق والصور النادرة، انا ورثه عن والدي وجدي، وجدي احنا من طحطة من سوهاج، وانا جدي من سنة 41. طحطة وسوهاج دي اللي هي طحطة دي المدينة اللي خرج منها رفاعة طهطاوي اللي هي كانت مشهورة بالعلم والثقافة. أيام مصرية هي أصدرت مجموعة أعداد تذكارية بالتعاون مع جهات زي شاركنا في معوية جامعة القاهرة بأعداد بتوثق وبتقدم للطلبة والدكاترة إيه هي الجامعة بتكليف من الجامعة، وعملنا مع الإذاعة المصرية كتاب تذكاري خاص بتاريخ الإذاعة المصرية. ما هو الهدف من هذا التوثيق؟ المنطقة بتاع العربية دي كلها اللي احنا فيها دي يعني حكومة التاريخ، المية اللي بتجينا في مصر جاية باتفاقية مية، اسبانيا بتحتل مناطق في سبتة والنيلة في المغرب بدعوة تاريخية، اسرائيل موجودة في ارضنا بدعوة تاريخية، العراق والكويت مشاكل في دعوة تاريخية. التاريخ يحكم المنطقة، زي ان احنا ما يبقاش عندنا تاريخ، لازم يبقى عندنا توثيق لكل ما هو متعلق بالتاريخ. التاريخ هو هيقول لنا احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط، التاريخ هو اللي هيقول لنا نظرتنا بكرة مفروض تعمل ايه وما نعملش ايه، المشروع ده ندخل فيه ولا ندخلش فيه. فالتاريخ هو اللي بيحكم المنطقة كلها، لازم ان احنا يبقى عندنا تاريخ، وخصوصا ان احنا شعب اصلا قائمة على حضارة تاريخية. ما هي المصادر التي اعتمدتموها يعني للتحقق من هذه الاماكن والوثائق والتواريخ؟ احنا عندنا فريق باحثين على اعلى مستوى، يعني بيقدروا ان هم يقوموا بتوثيق تاريخي عبر كل ما يمكن ان يخطر على بالك من جرائد ومجلات وكتب صادرة في هذه التوقيتات ومن مذكرات شخصية وحتى دليل التليفون والخرائط القديمة لمضاهتها، كل الاشياء اللي ممكن تتخيلها احنا لازم ان احنا بنرجع لها وبنرجع للمصادر الاجنبيه نشوف كتبت ايه في هذا الامر، وبالتالي في النهايه بنقدم كل ده بمختصر بسيط جدا، اصغر كم ممكن من المعلومات، صفحه او صفحتين بالكثير مع صوره او صورتين للحدث. انا يهمني ان انت تعرف، ما يهمنيش ان انت هتحضر دكتوراه، لكن يهمني المعرفه. ما هو الجانب الاخر غير المباني والاماكن المرتبطه بميدان التحرير؟ احنا اتكلمنا على ايه اهم الاحداث اللي حصلت في ميدان التحرير، شهاده ميدان التحرير عبر تاريخه، وركزنا على حاجات معينه مخصصه بالمصريين، المظاهرات الطلابيه الحاشده اللي انطلقت سنه 1935 واجبرت الزعماء السياسيين، وكانت مرت عن طريق عن ميدان التحرير اللي هو كان ساعتها اسمه ميدان الاسماعيليه نسبه للخديوي اسماعيل. تم العثور على مثل هذه التماثيل او المنحوتات بعد مئات او الاف السنين، سيكون لها اهميه كبيره. في لبنان تم العثور على اربعه نواويس من العهد الروماني. الحقيقة اللي تم اكتشافه حتى الآن هو مجموعة نواويس إضافة لجزء من الطريق البيزنطية، وعلى مساحة تقريبا بطول 18 متر وعرض مترين. ما تم الكشف عنه هو يشكل امتداد لموقع الآثار اللي نحن هلأ واقفين فيه، ما زال كان مردوم ولم يتم أي عبث بهذه الآثار، وما زالت محافظة على طبيعتها الحالية. تعطينا فكرة واضحة هذه الآثار عن أهميتها من ناحية الدفن وامتداد مراكز الدفن بمدينة صور، إضافة إلى التمدد العمراني للمدينة خارج أسوار المدينة باتجاه صور البرية. الطريق المكتشف بالحقيقة يربط ما بين صور البرية وصور البحرية، والذي قد يمتد إلى منطقة تل المعشوق شرق مدينة صور، وهو يعود إلى الفترة البيزنطية. الحضارة وجدت لخدمة الإنسان، لكن بالنسبة للمعالم الأثرية الحضارة قد تخدم الآثار وتحافظ عليها من خلال آلية معينة لإبراز هذه الآثار والحفاظ عليها إلى حد كبير. مات الملك فؤاد، فليحيا الملك فاروق، هذا ما قرأته في هذه الصحيفة. ما إن دخلت إلى هنا حتى عدت سنوات إلى الوراء. إنها هواية رأفت، فهو يجمع أدوات قديمة وصحف ووثائق.
تم نقل هذا المعرض من مكتبة اسكندرية في شهر 12 الماضي إلى بيت السناري كمنطقة أثرية خاصة بمكتبة اسكندرية ومنطقة الأثار. بنشارك في هذا المعرض بالعديد من المقتنيات القديمة اللي بيحتفظ بها النادي، بنتنقل بها العرضها على أجيال مختلفة لكي نوضح كيف كانت تعيش الأجيال السابقة. لماذا هذا الاهتمام بما هو قديم رأفت؟ الحفاظ على التراث المصري الأصيل والحياة اليومية القديمة للمصري، حتى يعرف كيف كانت الحياة البدائية من جمال وتراث واحترام للمهن والحرف، بالإضافة إلى التطور لهذه الأشياء فيما بعد ذلك، كيف كانت قديما ثم كيف كانت حديثا. يعني إلى أي حد يمكن أن يستفيد أي مواطن مصري عادي عندما يتعرف على هذه الأدوات القديمة أو حتى الكتب والمجلات والوثائق التي رأيناها هنا؟ يرجع إلى الوراء 100 عام حتى يرى كيف كانت هذه الأشياء تقتنى أو كيف كانت تستخدم في مثل هذا الوقت. وطبيعة تطور التكنولوجيا بتأثر على القديم، ولكن هناك أجيال تعشق مثل هذا التراث القديم، ونحن من منطلق الحفاظ على التراث بنحاول نوثق هذه الأشياء ونخليها دائما حاضرة في أذهان الأجيال الجديدة اللي طالعة عشان تعرف تراث أجدادها كان شكله إيه. طب هناك حديث يعني في هذا المشروع الجديد على توثيق ورقمنة كل المواد الموجودة في المكتبة، فكيف يمكن القيام بمثل هذا العمل مع الأدوات التي تمتلك غير الوثائق والكتب والمجلات؟ هو عامة أي قطعة احنا بنحاول نقتنيها بنعمل لها توثيق، هل عمرها 50 سنة 100 سنة 70 سنة، وبنحاول نتطلع إلى الأجداد أو الناس الكبار لسه عايشين، بنحاول نسألهم هل في الزمن بتاعك ده كان بتستخدم دي من كم سنة، بنقدر نوصل لسن تقريبي عشان نوثق مثل هذه الأشياء. يعني على سبيل المثال مثلا المكوى كان شكلها إيه، المكوى الرجل، وبعد كده تطورت مكوى الفحم وكان أشكالها إيه، فبنقدر نقول والله المكاوى دي تتراوح أعمارها من 100 سنة ل 110 سنة، هذه المكاوي اللي بعد ذلك تتراوح من 60 ل 50 سنة. كذلك أيضا في أدوات الحلاقة القديمة برضك بنحاول نقدر نقول المكن الحلاق اللي كان مستخدم في ذلك الوقت والأدوات والشنط كان ليها عمر معين، وخصوصا حلاقي مفترش الأسواق أو الحلاقين الخاص. هل هذه هواية يعني رأفت أم حرفة بالنسبة لك؟ هي هواية من الدرجة الأولى، ولكن الحرفة أنك تبيع ما هو زائد عن حاجتك، لأن هناك عشاق كما أنت عاشق للحفاظ على هذا التراث وبرمجته وتوثيقه، هناك من يريد أن يحتفظ به فلا بد أن لا تحرمه من هذا الكم الموجود على الإطلاق. شاهدت الكثير من علب البريد في الداخل، هل يمكن أن تخبرني لماذا تحتفظ بمثل هذه العلب البريدية والطوابع والأسماء الشوارع؟ هو أولا أنا أحب أعرف حضرتك أن أنا أصلا مستشار الإعلام والصحفي ورئيس لجنة المعارض الخارجية والقنوات الفضائية لجمعية هو الطابع الإسكندرية. بنهتم في هذا الركن بكل ما هو خاص بالبريد المصري، البريد المصري الذي أنشئ عام 1866، أول بريد في الشرق الأوسط. بنهتم فيه بصناديق البوسطة الخديوية السلطنة المصرية حينما كانت تحمل الهلال والنجم أو الهلال والثلاث نجوم. بنهتم أيضا بالموازين الخاصة والمكاييل بأدوات وزن الخطابات والطرود. بنهتم باليوفط الخاصة بأسماء الشوارع، طالما أن هناك عنوان لابد أن يكون هناك رقم منزل، لابد أن يكون هناك رقم أو اسم شارع. بنوضح من خلال اللوحات البريدية كيف تطور البريد المصري، بالنقل بالجمال، بالنقل بالمنطاد، بالنقل بالوبرات البحرية، أو عن طريق الموتوسيكل أو الدرجات البخارية. من تنكر لماضيه لا مستقبل له، فلإعادة إحياء الماضي أهمية سياحية واقتصادية، وأيضا امتداد ثقافي وحضاري.